السلام عليكم. المحاضرة السابقة وصلنا إلى الكونجكيسي اللي هي الكونجكيت. كونجكيت أول شيء نعطيكم فد ملاحظة، يقولكم note that if two functions are conjugate to one another then one function inherits such properties as the transitivity and the existence of the density of periodic point from the other function. يعني تقولكم الكونجكيت راح تعطيكم خاصية، الكونجكيت راح تكون بين two function بين دالتين. شرحت التخاصية أنه ده يقولكم إذا واحدة من هاي الفانكشن اللي حتربط بيناتهم دالة الكونجكيت، واحدة من هاي الفانكشن بيها فت خواص معينة، كأنه هاي الخواص مثلا transitivity أو existence of a density أو بيها density of periodic point، فعن طريق الكونجكيت راح تنتقل الخواص من الاف للجي، يعني من الدالة للدالة الثانية. أوكي، يعني باعتبار هي حتنقل خواص من دالة إلى دالة ثانية، حتعطيكم هاي الخاصية. قبل ما يعرف لكم شنو يعني كونجكيت راح يعطيكم بعض التعريف الاساسيه او الممهده لتعريف الكونجكيت. واحده من هاي التعريف اللي هي الهوموورفيزم. الهوموورفيزم انتو شيء او هذا التعريف ماخذيه بالابستراكت الجبرا اللي هو جبر الزمر، هو جبر المجرد، اخذتوه بجبر الزمر واخذتوه اتوقع بالحلقات موجود هذا التعريف، يعني تعرفون هذا الشيء او متعرفين عليه. خلينا نشوف هو شلون معرفه. يقولكم ليت الجي اند الكي بي انترفلز ذن the function الf من j الى k is homomorphism of j onto k provided that f is 1 to 1 and onto and provided that both f and f inverse are continuous. يعني ايش يقول لكم؟ خلاصة الحكي يقول لكم عندكم دالة، عندكم two intervals فترتين هي j و k. يقول لكم الدالة اللي تربط الدالة اللي هي الf اللي هي عندكم الدومين مالتها هو j والرينج مالتها هو k اللي هي توصل من j الى k، هاي الf هي هوموورفيزم اذا حققتوا اربع خواص او اذا حققتوا اربع شروط. الشرط الاول انه الf هي تكون 1 to 1، الشرط الثاني الf هي on to، الشرط الثالث تكون الf continuous، والشرط الرابع تكون الf inverse هي continuous. تعرفون انتم شروط ال 1 to 1 وال on to. ال 1 to 1 اللي هو عندكم إذا أخذتوا صورتين متشابهة لازم تطلع لكم العناصر متشابهة، أو التعريف الثاني إلى إذا أخذتوا عنصرين متشابهة لازم تطلع الصور العنصرين إذا أخذتوها مختلفة لازم الصورتين مختلفة. والأونتو تعرفون إنه لكل واي ينتمي لكل أف في الإكس ينتمي الواي، لازم إكس ينتمي إلى إكس وهكذا. وتعرفون الإف كونتينيوس وإف إنفيرس كونتينيوس هاي بيها ثلاث شروط، تعرفوا هذا الشيء من صف أول. زين، يعني إذا حققتوا هاي الأربع شروط راح تكون الأف هي هوموورفيزم. نجي إلى ريماركس، نعطيكم عدة ملاحظات على التعريف. يقولكم إذا الأف هي من جي إلى كي هي كونتينيوس و 1 to 1 و on to، فالأف إنفيرس هي ذين الأف إنفيرس هي أيضا كونتينيوس، so that الأف is automatically a homomorphism. يعني يقولكم يعني بمجرد أنه ثبتون أنه الأف كونتينيوس و 1 to 1 و on to، فبالتالي حتكون الأف إنفيرس هي كونتينيوس، وبالتالي راح يكون أوتوماتيكالي أنه هي هوموورفيزم، أنه الأف هي هوموورفيزم. يعني يقولكم تقدرون تختصرون الشروط بثلاث شروط، أنه ما تطلعون الأف إنفيرس هي كونتينيوس، تطلعون بس الأف كونتينيوس و 1 to 1 و on to، فبالتالي رسمها حتقولون هي، لأن هي بالتالي إذا طلعتوا هاي ثلاث شروط فبالتالي أيضا الإف إنفيرس راح تكون كونتينيوس، وبالتالي راح يكون الهوموورفيزم متحقق. أوكي؟ زين، الثانية عندي أقول لكم إذا الإف هي هوموورفيزم فروم من الجي للكي، ذين الإف إنفيرس، طبعا هاي إف إنفيرس، هاي هي إف إنفيرس بس من بينه بالسكنر، إز أوتوماتيكالي هوموورفيزم فروم من الكي للجي. يعني يقول لكم إذا الإف عندكم هي هوموورفيزم فأكيد الإف إنفيرس هي هم هوموورفيزم. ثالثا، suppose that الf من جي الى k is homomorphism then الf maps on open closed sub intervals interior to j on to open closed sub interval interior to k. moreover if a is dense subset of j then f of a is dense subset of k. يعني ده يقول لكم اذا الf هي homomorphism فالf راح تنقل او maps راح يعني شلون راح تنقل open close sub interval interior to j on to open، يعني حتنقل الخواص او يعني بيقول لكم انه اذا هي homomorphism فالf العفو راح تنقل لكم الopen، انه خاصية الopen او close sub interval اللي موجودة بالj راح تنقل لكم اياها للk. اوكي، إضافة إلى moreover إنه إذا الـ A هي dense subset of J فـ F الـ A هي dense subset of K. أوكي؟ زين، example ده يقول لكم، نعطيكم عدة دوال المفروض هاي طبعا تنثبت إنه هي homomorphism.
نقولكم اف اوف الاكس يساوي الاكس تربيع من الاكس بين الصفر والاثنين، فهي هوموورفيزم اوف الكلوز انترفال صفر اثنين اون تو كلوز انترفال صفر اربعة. طبعا هاي لازم تثبتوها، تثبتوها انه تحققون الاف هي 1 تو 1 وون تو وكونتينيوس، فبالتالي حتكون الاف انفيرس هي كونتينيوس. واذا جي اوف الاكس هي ارك تان، هاي تان انفيرس يعني تان انفيرس الاكس، اذا جي ذا جي هي هوموورفيزم ذين ذين جي از هوموورفيزم فروم من ناقص انفينيتي انفينيتي الى 2 ناقص باي على 2 الى باي على 2. واذا اتش اوف الاكس هاي هي ايضا الاتش هي هوموورفيزم، يعني هاي المفروض ثبتوها، يعني هاي ترى الاثبات عليكم راح يكون زين. definition let j and k be interval suppose that the f من j الى j and the j and the g من k الى k then the f and the g are conjugate to one another if there is a homomorphism h من j الى k such that f circle h يساوي ل h circle j g العفو in such case we write f conjugate to g under h. يعني يقولكم عندكم j والk هي intervals وعندكم دالتين، عندكم الاف والجي، الاف راح تكون من جي الى جي والجي راح تكون من كي الى كي. هاي الاف والجي هي كونجيكيت، هي كونجيكيت اوكي، راح تكون كونجيكيت. ايش وقت الكونجيكيت؟ اذا اكو فداله ثالثه، اكو هوموورفيزم، اكو داله ثالثه حتكون هوموورفيزم، راح تكون لازم هي هوموورفيزم هاي الداله الثالثه، بحيث انه شنو لازم يطبق هذا الشرط انه اف سيركل اتش يساوي لي h circle g، لازم هذا الشرط يتحقق اوكي. يعني لازم الدالتين او two function تكون هي conjugate اذا شنو، اذا اكو داله ثالثه هاي الداله لازم تكون homomorphism، والشرط الثاني اللي تحققه لازم f circle h يساوي لي h circle g، بالتالي راح تكون هم راح تكون conjugate. ونرمز للconjugate بهذا الشكل، راح يكون هيجي اوكي، راح يكون f conjugate لـ g under h. زين remark هنا دا يقول لكم إذا f conjugate لـ g فالـ g conjugate للـ f أوكي؟ يعني يعطيكم أنه العكس هم يعني يصير. example let g of x يساوي لـ x تربيع ناقص 3 على 4 والـ x تكون بهاي الفترة اللي هي ناقص 3 على 2 إلى 3 على 2، و q of x هي 3x1 ناقص x من ال x تنتمي إلى الفترة 0 1 show that g conjugate لل q where ال h هي هيجي. أول شي لازم ال h تكون شنو؟ لازم ال h يثبتوها homomorphism، لازم يثبتوها إنه هي 1 to 1 و on to و continuous. بعد ما ثبتوها إنه هي homomorphism تطبقون شرط اللي هو شنو؟ اللي هو f circle h يساوي لي h circle g أوكي؟ نجي هسه solution clearly h of x is a homomorphism، يعني هنا المفروض هنا بالحل إذا إجي مثلا من عندكم بالامتحان المفروض تثبتون أنه ال h هي homomorphism أوكي؟ قبل ما تبدون الحل، قبل ما تبدون الحل تثبتون ال h هي homomorphism، وراها راح تثبتون هذا الشرط اللي هو a اللي هو g circle h يساوي لي h circle g. طبعا g circle h تعرفون هذا التركيب شلون ينفتح، راح يكون h of g of x تجون g of x تعوضوها العفو، وراح تعوضون بدال كل x هذه اللي هي راح تكون ناقص ثلث هنا x تربيع ناقص 3 على 4 زائد نص، مجرد بس تبسطوها راح تطلع لكم الناتج، وراح يكون من نفس الحل بالنسبه ل h circle k h circle q العفو ايضا نفس الحال. شوفوا طلعت لكم شنو؟ طلعت لكم جي سيركل اتش يساوي لي اتش سيركل كيو، زين نفس الحال. اذا شنو؟ اذا هي كونجكيت، اذا الكيو اذا الجي كونجكيت للكيو اندر الاتش اوكي. زين يعني خطوتين عندكم عم تثبتون كونجكيت، ارجع اعيدها، لازم تثبتوها هي هوموورفيزم وهي مثبوته بالسؤال، فلازم انتم تحلوها، انتم تحلوها بيديكم زين. والخطوه الثانيه هذا الشرط، هذا الشرط ما بيشي كل سهل اوكي، بس مجرد يعني تركيبة التركيب المفروض تعرفوه، يعني ما اخذيه هواية زين. example let q4 q4 هنا أنا هاي نفسها اللي هي quadratic family تعرفوها، بس الميو مطيكم اياها 4، فحتكون 4x 1 ناقص x من ال x تنتمي للصفر 1 والtent function اللي هي هاي تعرفوها التent function احنا ما اخذيها قبل، نقولكم show that التent هي conjugate لل q4 under ال h، وال h مطيكم اياها زين.
من حالها بقى. هسه هنا لازم شنو نسوي اول خطوه؟ لازم شنو؟ لازم نثبت انه الاتش هي هوموورفيزم. طبعا هو راح يقول لكم من حالها راح يقول لكم انه الكونجكيت انه الهوموورفيزم هو ثابتها قبل انه هي هم يعني هاي الداله الاتش اوف الاكس ثابتها هي هوموورفيزم قبل. اوكي فانتوا المفروض يعني ثبتوها هوموورفيزم وبعدين تطلعون الشرط اللي هو شو اسمه اللي هو تي سيركل اتش يساوي لي اتش سيركل كيو. اوكي او العفو اتش سيركل كيو المفروض يطلع لكم تي سيركل اتش. اوكي زين بس قبلها لازم تثبتون انه الاتش هي هوموورفيزم. هذا الشيء لا تنسوا. نجي هسه هنا انا قلت لكم الاتش هي هوموورفيزم فروم من 0.1 الى 0.1. also معطيكم راسا نطبق الشرط اللي هو اتش سيركل كيو 4 الاتش عندكم ساين تربيع باي على اكس باي على 2 اكس العفو راح تعوضون بدال كل اكس بالكيو 4 هاي الساين تربيع عوضناها ان هي 4 اكس 1 ناقص اكس فحتكون 4 بالساين في 1 ناقص الساين. مجرد بس تضربون القوسين راح يطلع لكم هذا الحل. طلع لكم الاتش سيركل كيو 4 هي هاي. تجون تحلون التي سيركل اتش راح تطلع لكم ايضا ساين تربيع. اذا طلع لكم انه الطرفين متساويه اذا هي كونجكيت. اذا التينت فانكشن والكيو 4 هي تينت فانكشن هي العفو كونجكيت. زين ثيورم سبوز ذات اف كونجكيت تو جي اندر اتش ذين يقول لكم عندكم انتو المعطيات انه اف هي كونجكيت للجي. من هاي يقول لكم المفروض تثبتون شنو؟ اول شيء اف ان سيركل اتش يساوي لي اتش سيركل جي ان فور الان من الواحد لها ما لا نهايه. واذا الاكس X star is a period n for a period n point for the f, then h of the x star هي period n point of g. وإذا ال f هي dense set of periodic point, then g أيضا dense set of periodic point. باعتبار أنه هو conjugate ينقل صفة من ال f لل g. طبعا هاي المبرهنة بدون برهان ما مطلوب عندكم برهانة بس مطلوب من عندكم يعني شلون نقول كحقائق تستخدموها بعض المبرهنات او بعض الامثله يعني حتحتاجوها يعني تخلوها ببالكم المفروض. زين example find a 3 cycle for the q4 هذا ايش دي يقول لكم بعض انتو find a 3 cycle for the q4. اوكي احنا هاي شو راح نحلها؟ طبعا احنا ما راح نقدر نطلع يعني 3 cycle للQ4 فراح نستخدم خاصيه الكونجكيت. زين احنا نعرف انه الQ4 هي كونجكيت للتي وصحيحه. زين احنا التي ثابتين قبل بامثله سابقه انه عندها 3 سايكل اللي هي 2 على 7 و4 على 7 و6 على 7 مو صح؟ احنا هذا الشيء المفروض ثابتي بمثال سابق. بدي اقول لكم ليت 2 على 7 و4 على 7 و6 على 7 هي 3 سايكل فور التينت فانكشن. فبما انه التينت هي كونجكيت للكيو 4 والاتش اوف الاكس هي هذه اذا حسب الثيورم شو تقول لكم؟ ثيورم هاي اذا الاكس ستار هي بريود ان بوينت فالاتش اوف الاكس ستار هي period and point. فإذا عندكم شنو الـ x star اللي هي 2 على 7 و 6 على 7 و 2 على 7 و 4 على 7 و 6 على 7 فـ h of الـ x star يعني h of الـ 2 على 7 و h of الـ 4 على 7 و h of الـ 6 على 7 أوكي؟ راح تكون أيضا 3 cycle وين؟ للـ q4. فإذا حسب الثيورم شوفوا حسب الثيورم المفروض هنا تكتبون المنطوق المفروض تنكتب المنطوق فهذا المنطوق المفروض تحفظوه أو تخلوه ببالكم. اوكي فالمنطوق لازم ينكتب ديروا بالكم تتحاسبون على هذا الشيء. المفروض هذا الشيء متعلمين من الزمر يعني او من الجبر المفروض انه كل خطوه عندكم فد سبب معين لازم تذكروه. فهنا اذا اقول لكم لازم تتحاسبون اذا اجاكم هذا المثال ما كتبتوا السبب ترى تتحاسبون يعني تتنقصون. انا من هسه اقول لكم فحسب الثيورم انه راح يصير h of الـ 2 على 7 اللي هي ساين تربيع الباي على 2 2 على 7 وساين تربيع الـ 4 على 7 و h of الـ 6 على 7 هي 3 سايكل للـ q4. اوكي زين ثيورم اسيوم ذات الـ f conjugate للـ g under h and that الـ f is transitive then g is also transitive. هنا ايش دي يقول لكم؟ دي يقول لكم بما انه الـ f و g افرضوا انه الـ f و g هي conjugate فاذا الـ f هي عندكم اصلا ترانسيتيف اريدكم تثبتوا لي جي ايضا ترانسيتيف. طبعا وحده من النظريات اللي حنستفاد من عندها هي هاي النظريه اللي كتبتها بالرصاص انه الفانكشن الاف من جي الى جي هي ترانسيتيف اف اند اونلي اف ذير از ان اكس ان جي هوز اوربت از دينس ان جي. هاي حنستفاد من عندها بصوره اساسيه. خلينا نجي نشوف شلون نبرهن. ايش دي يقول لكم؟ دي يقول لكم بما انه ف
From the definition of conjugate, الاف هي من جي الى جي والجي هي من كي الى كي والاتش هي من جي الى كي هوموورفيزم. طبعا هي الاتش دي يقصد بها هوموورفيزم. With f circle h يساوي لي h circle j. زين والاف هي ترانستيف. هذا كله شنو هو؟ هذا كله معطيات. معطيات عندنا منين؟ من النظريه. زين بما انه الاف هي ترانستيف حسب النظريه اللي هي هذه، حسب هاي النظرية انه الفانكشن اذا هي ترانستيف اذا اكو فد اكس ان جي الاوربت مالته هو دينس ان جي. فانه ايش راح اقول لكم؟ قاعد اقول لكم بما انه الاف هي ترانستيف، شوفوا كاتبت لكم بالرصاص انه هاز دينس اوربت تنتمي للدومين، فدا اقول لكم ذير از ان اكس ان جي هوز اوربت دينس ان جي. اوكي لا جاب الغلط. زين وي ويل شو ذات ذا اوربت اوف اتش اوف الاكس فور جي از دينس ان كي. يعني احنا حننقل هاي الخاصيه مال الجي حننقلها للكي. زين عندنا نظريه ثانيه شو تقول لنا؟ سبوز ذات الاف من جي الى كي هوموورفيزم. اذا اي هي دينس سبسيت اوف الجي ذين الاف اوف الاي هي دينس سبسيت اوف الكي. هذا شيء احنا شنو همين ماخذين فد مبرهنه سابقه او يعني فد شيء ريمارك او مبرهنه سابقه لي فوق. زين فش راح اقول؟ راح اقول ليت اليو هي نون امبتيس اوبن سب انترفل اوف الكي. اوكي راح ناخذ فد فتره مفتوحه سب انترفل مفتوحه وين؟ بالكي. فالاتش انفيرس مال اليو هي اوبن سب انترفل اوف الجي. صحيح ليش؟ لان الاتش هوموورفيزم. فالاتش انفيرس متعرفه يعني الاتش اني عندي اصلا هوموورفيزم حسب خواص الكونجكيت. اوكي فالاتش انفيرس ايضا ايش راح تكون؟ هوموورفيزم. فايضا موجوده اصلا. زين since the orbit of the x is dense in j then there is a positive integer n such that fn تنتمي الى h inverse. هاي منين اخذناها؟ من هذا يعني هذا كل شيء وسبب له. بما انه اكو orbit of the x هو dense in j فالfn مالتها هو ينتمي لل h inverse. زين اذا اخذ لها ال h بما انه هي هوموورفيزم، اذا اخذ h للطرفين شرح او بما انه هي continuous هوموورفيزم فبالتالي خواص الكونتينيوس موجودة، فأخذ الاتش للطرفين ايش راح يصير؟ راح يصير اتش للاف ان هي تنتمي وين؟ للاتش اتش انفيرس. الاتش تروح ويا الاتش انفيرس ايش يصير؟ يصير يو. باعتبار الاتش اف ان للاكسس وين يصير؟ وين ينتمي؟ باليو. مو صح؟ زين بس احنا عندنا شنو؟ عندنا الاتش للاف ان هي نفسها منو؟ هي جي ان للاتش. مو صح؟ اذا الجي ان للاتش هي وين صارت؟ صارت باليو. حسب خواص شنو هاي؟ منين جبناها؟ هاي جبناها من الكونجيكيت. شوفوا الكونجيكيت يعني اعتمادنا عليها فشي كلش مهم. زين فصارت الجي ان للاتش هي باليو، اذا اليو هي وين؟ هي arbitrary open sub interval ان كي. اذا شنو؟ اذا الاوربت اوف الاتش اوف الاكس فور جي از دينس ان كي، اذا الجي از ترانستيف حسب النظريه. وهنا ما طول كاتبت لكم اياها النظريه، لازم النظريه تذكروها. اوكي يعني هو اخذ شنو؟ شوفوا هو اختصار الحال انه هو اعتمد على الكونجيكيت بصوره كامله، انه قال لكم بما انه هي ترانستيف اعتمد على هاي النظريه اللي كاتبتها بالرصاص، اذا هي الها دينس اوربت بالجي. زين اخذ شنو؟ اخذ فد اوبن سب انترفل بالكي. زين بما انه الاتش هي هوموورفيزم حسب تعريف الكونجيكيت، فاذا هي الاتش انفيرس متعرفه، فصارت اتش انفيرس لليو هي اوبن سب انترفل بالجي. اوكي زين بما انه اكو بما انه الاوربت اوف الاكس هي دينس ان جي، اذا شنو؟ اذا اف ان تنتمي للاتش انفيرس. زين بما انه الاتش كونتينيوس حسب تعريف الهوموورفيزم، فاخذ اتش للطرفين صارت الاتش للاف ان هي يساوي ليو. بس انا ايش عندي حسب تعريف الكونجيكيت؟ عندي اتش اف ان سيركل اتش هو يساوي لي اتش سيركل جي ان. اذا الجي ان للاتش اوف الاكس هي وين انتمت؟ هي انتمت باليو. بما انه انتمت باليو واليو هو اوبن انترفل بالكي، اذا هذا شنو؟ اذا هذا الاوربت مال، اذا الاوربت وين موجود؟ صار باليو اللي هي وين؟ اللي هو بالكي. مو صح؟ بما انه اكو اوربت بالكي اذا شنو؟ اذا حسب التعريف الجي از ترانسيتيف. اوكي زين نجي ثيورم ثانيه دي يقول لكم ذا فانكشن لكيو 4 از سترونجلي كايوس. اذا كون سترونجلي كايوس لازم لازم يحقق ثلاث خواص، لازم دينس وترانسيتيف وشنو وبوزيتيف، لازم سينسيتيف وبوزيتيف ليابانوف ولازم دينس. مو صح؟ باو انتو ايش ثابتين قبل؟ ثابتين التينت فانكشن هي سترونجلي كايوس. مو صح؟ زين هو شي يريد هنا؟ يريد لي كيو 4 هي سترونجلي كايوس. من شنو راح تستفادون؟ راح تستفادون من شغلة انه التينت والكيو 4 هي كونجيكيت، واحنا قلنا الكونجيكيت ينقل صفات. اوكي
فبالتالي راح ينقل صفه السترونجلي كايوسي من التنت للكيو 4. شوفوا خلينا نشوف شلون نبرهن. هو معتمد على الكونجكيت بصوره اساسيه. يقول لكم بما انه الكيو 4، الكيو 4 انا اريدها كايوت، الكيو 4 اصلا هي كايوتك. ليش؟ Because it has sensitive dependence on initial data and positive Lyapunov exponent. T is transitive and has density of periodic point. Thus, because of conjugacy of T and Q4, the same properties hold for Q4. إذن Q4 is strongly chaos. أول شيء إيش ده يقول لكم؟ ده يقول لكم أصلاً Q4 هي chaotic. ليش؟ Q4 هي sensitive و positive Lyapunov. بقى شنو عندكم؟ بقى عندكم شنو شرط؟ احنا ايش قلنا؟ شروط السترونجلي كايوس انه تكون سنسيتيف او بوزيتيف ليابانوف، وتكون ترانسيتيف، وتكون دينسيت. احنا ثابتين انه هي سنسيتيف وبوزيتيف ليابانوف لكيو 4، ثابتين هذا الشيء بيها. بقى شنو؟ بقى الترانسيتيف والدينسيت. زين هاي الخاصتين منين نجيبها؟ طبعا ما نبرهنها، ما نروح نبرهنها، نستفاد من سالفه انه الكيو 4 والتنت فانكشن هي كونجكيت conjugate to another. زين بدي اقول لكم التي هي بما انه التي هي ترانسيتيف ودنسيت، وبما انه اكو كونجكيت يعني كونجكيت خاصيه الكونجكيت موجوده بين التي والكيو 4. زين and the same properties hold for q4، يعني هذا اللي حسب الكونجكيت انه الصفات الموجوده بالتنت راح تنتقل للكيو 4، اذا الكيو 4 صارت strongly chaos. Remark: F and G are linearly conjugate if there is a linear homomorphism H such that F conjugate للJ العفو under H. يعني ده يقول لكم ال F وال G هي linearly conjugate، مو conjugate واحد، linearly conjugate. إذا أكو فد linear homomorphism، يعني homomorphism تكون linear، ال H تكون homomorphism وتكون linear such that ال F conjugate للJ under H. Theorem: let f of x يساوي لي ax تربيع زائد bx زائد c، و g of x هي هاي هي rx تربيع زائد cx زائد sx زائد t، ورا ال a ما يساوي لي صفر، r ما يساوي لي صفر، و c هي هذي. زين then ال f و g are linearly conjugate to one another with associated homomorphism given by هي هاي. زين دا يقول لكم إذا عندكم ال f of x هي بهذا الشكل، دالة معينة معرفة بهذا الشكل، يعني باعتبار دالة من الدرجة الثانية أو معادلة من الدرجة الثانية، وال g of x هي أيضا معادلة من الدرجة الثانية، فدا يقول لكم ال a وال r وال c هي بهذا الشكل، تتعرفوا بهذا الشكل، طبعا هاي المفروض تنحفظ. زين فال f و g هي linearly conjugate to one another with associated homomorphism، راح تكون ال H بهذا الشكل، اللي هي مو قلنا انه تكون شو وقت linearly conjugate اذا هو ال H homomorphism، يعني linear homomorphism. اوكي يعني حتكون ال F و G هي linearly conjugate اذا ال H تعرفت بهذا الشكل على شكل خطي، يعني دالة خطية نقول. زين example، متلكم example على هذا الشيء. يقول لكم ال G هي X تربيع زائد C، وال Q of X هي ميو X واحد ناقص X، وال ميو بين الصفر والأربعة. find the C، شوفوا find the C and the function ال h so that ال g conjugate ل q and ال h is a linear. شوفوا انتوا انتبهوا على g، شوفوا g متعرفه شلون؟ معادله من الدرجه الثانيه مو صح؟ وال q ايضا متعرفه داله الدرجه الثانيه. فده يقول لكم هنا حتستخدمون شنو النظريه؟ راح تجدون ال c اللي هو هذا، المفروض تعينون ال a وال b وال c وال s وال r. زين وتعوضون تطلعون السي، وبعدين هنا تعوضوها، تعوضون الاي والار والاس والبي، تعوضوها تطلعون الاتش وتطلعون السي، وتثبتون حسب النظريه انه هي لينير كونجكيت. اوكي فدي اقول لكم يوزنج سوليوشن يوزنج ذا لينير كونجكيت ثيورم اللي هاي الفوق، عينتوا الاي والبي والسي والار والاس والتي، مجرد حتعوضوها تطلعون السي وتعوضوها تطلعون الاتش، بالتالي اصلا انتم باعوا من هنا راح تطلع لكم ال H هي شنو؟ هي خطية، فبالتالي حسب النظرية راح تكون G هي conjugate ل Q، linearly conjugate العفو. زين هسه خلصنا ال one dimensional chaos، هسه راح نجي لل two dimensional chaos. two dimensional chaos راح يعني راح نقول راح يتعرف بالماتريسيز بالماتريكس بالمصفوفات. اوكي فراح تشوفون هواية شغلكم راح يكون كله مصفوفات لأنه 2 by 2.
زين ريفيو اوف ماتريسز راح يعطيكم فد اشياء اساسيه او نقول انترودكشن فد مقدمه للماتريسز. يقول لكم ليتل اي هي بهذا الشكل تتعرف مصفوفه 2 باي 2 والبي هي مصفوفه 2 باي 2 اند الار بي ا ريال نمبر زين الاي زائد بي تعرفون شلون جمع المصفوفات انه كل رقم هو اللي قابله هذا الشيء تعرفوه. الار اذا عندكم الار تضربوه بالاي راح يكون ار اي ار بي ار سي ار دي راح ينضربوا كل عناصر المصفوفة. اي كروس بي تعرفون هذا الشيء طبعا اي كروس بي ما تعرفون تعرفون انه ما يساوي اللي بي كروس اي هذا الشيء ماخذيه من الصف اول اتوقع انتم ماخذين اول شيء المصفوفات بصف اول زين زين. واذا ضربون الاي بي في سي هي نفسها اي بي في سي ورا السي هي 2 باي 2 ماتريكس زين وراها دا يقول لكم الاي اذا ضربوها بالايدنتيتي فانكشن زين راح تكون هي نفسها الايدنتيتي فانكشن يعني هتطلع نفسها عادي تعرفون هذا الشيء. الايدنتيتي فانكشن تعرفوها 1 0 0 1 انه بس القطر الرئيسي هو يساوي لي 1. يقول لكم الاي از انفيرتبل if there is a unique matrix C بحيث انه A C يساوي لي C A يساوي لي I identity يعني دي يقول لكم انه هنا ال A invertible يعني ال A inverse تكون الها ال A تكون الها inverse يكون الها معكوس اذا اكو فد matrix ثانية بحيث من تضربون ال A بهاي الماتريكس يطلع لكم الناتج identity سواء ضربوها من اليمين او من اليسار. الخاصية الثانية دي يقول لكم الديترمينت تعرفون الديترمينت شلون شلون تطلعوا يعني اي دي ناقص بي سي ديترمينت الاي بي الديترمينت يتوزع على الضرب زين وديترمينت الاي انفيرس هو واحد على الديترمينت يعني مجرد هاي نقول فد اشياء يعني تذكير بخواص المصفوفات. دي يقول لكم اذا the 2 by 2 matrix A has an inverse اذا determinant الA ما يساوي لي صفر يعني اذا ممكن تطلعون في طريقة ثانية للA inverse انه اذا عندكم لازم تثبتون انه اذا determinant الA ما يساوي لي صفر فتقدرون تستخدمون انه يكون واحد فالA inverse تقدرون انه تطلعوه بواسطة انه واحد على determinant الA زين. الزيرو فيكتور هو صفر صفر الاي اللي هو الايدنتيتي فيكتور اللي هو واحد صفر الجي هو صفر واحد اي ضربوها في الزيرو فيكتور راح تطلع لكم الاي اي هي بهيجي شكل والاي جي راح تكون بهيجي شكل زين. ديفينيشن هنا يقول لكم suppose that A is a 2 by 2 matrix the number lambda is the eigenvalue of A provided that there is a non-zero V in R تربيع such that A V يساوي لي lambda V in this case V is the eigenvector of A relative to lambda. هنا يقول لكم الeigenvalue والeigenvector هذا الشيء أيضا ماخذي بصف أول الeigenvalue تتذكروها اللامدا شون شو تطلعوها ما determinant A lambda كانت A ناقص lambda I هذه determinant اي ناقص لمدا اي سواها بالصفر طلعون الكاركترستيك اكويجن مال اللمدا وطلعون اللمدا وبعدين شلون طلعون الايجن فيكتور انه هو اي في يساوي لي لمدا في تتذكروها هاي المفروض تعرفوها هذا قانون الايجن فيكتور اوكي هذا قانون الايجن فيكتور المفروض تعرفوه زين. وقانون شلون تطلعون الكاركترستيك اكويجن مال الايجن فاليو اللي هي determinant اي ناقص لمدا اي زين وتساووها بالصفر عم تطلعون اللمدة وراها ايش قايل لكم قايل لكم the following condition are equivalent يعني متكافئة اللمدة هي eigen value of A A ناقص لمدة I بالV يساوي لي صفر for some non zero vector V يعني هاي شلون تطلعون ال شو اسمه eigen vector هذا القانون مال eigen vector و determinant A ناقص لمدة I يساوي لي صفر هذا القانون مال eigen value شلون تطلعون eigen value. remark let A هي هاي المصفوفة 2 by 2 then determinant مال اي ناقص لمدا اي راح تطلع لكم الكاركترستيك اكويجين ممكن بدل ما تشتغلون الشغل ممكن تستخدمون هاي المعادلة اللي هي لمدا تربيع ناقص تريس الاي باللمدا زائد determinant الاي يعني اذا تريدون تطلعون الكاركترستيك اكويجين اللي طلعوا من عندها الايجن فاليو راح تستخدمون هاي الدال راح تستخدمون العفو هاي المعادلة اللي هي لمدا تربيع ناقص تريس التريس تعرفوه اللي هو مجموع عناصر القطر الرئيسي مجموع عناصر القطر الرئيسي انه هو هذا زائد هذا اوكي وديترمنت الاي تعرفون شلون تطلعوه انه هذا في هذا ناقص هذا في هذا فالمفروض تراجعون التريس يعني اول مثلا يعطيكم فد ماتريكس يقولكم طلعوا لي مثلا الايجن فاليو والايجن فاكتور شو تسوون اول شيء تطلعون الديترمنت مالتها ثاني شيء تطلعون التريس
تطبقون هذه المعادلة اللي هي لمدا تربيع ناقص تريس الاي باللمدا زائد ديترمنت الاي، تعوضون التريس تعوضون الديترمنت، تشتغلوها تكون معادلة من الدرجة الثانية، يا اما تجربة يا اما دستور، تطلعون قيم اللمدا. طلعتوا شنو؟ طلعت الايجن فاليو اللي هي تكون يعني تكون اثنين، هنا لان لمدا تربيع حتكون اثنين، تو ايجن فاليوز اللي هي لمدا 1 ولمدا 2. وراها وين تجون تعوضوها؟ تعوضوها بقانون اللي هو اي في يساوي لي لمدا في، حتطلعون اي في يساوي لي لمدا 1 في، تطلعون الايجن فاليو اللي تتعلق باللمدا الاولى، وتطلعون اي في يساوي لي لمدا 2 في اللي الايجن فاليو الايجن فيكتور العفو اللي اللي تتعلق بالايجن فاليو الثاني. اوكي زين. وراها سيميلار ماتريسز، هنا دا يقول لكم دا يعرف لكم ايش وقت ال A وال B او تو ماتريسز تكون سيميلار. ديفينيشن، 2 باي 2 ماتريسز A اند B ار سيميلار، ايش وقت سيميلار؟ ايش وقت سيميلار؟ if there is an invertible 2 by 2 matrix E، هاي ال E اذا اكو فد 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 ماتريكس تكون لها انفيرس اللي هي E such that EA يساوي لي BE، in that case we write A similar to B. طبعا هذا ال هذا الرمز يكون similar بالماتريسيز وتكون conjugate بالدوال، فانتبهوا. اوكي نفسه هو. or A is similar to B under E and E is called a similarity matrix for A and B. يعني يقول لكم انه شو وقت تكون ال A وال B similar؟ اذا حققتوا اذا اكو فد E فد ماتريكس ثالثة اللي هي هاي الماتريكس شبيهة تكون إلها شنو؟ تكون إلها inverse. اوكي بحيث انه تطبقون هذا الشرط اللي هو EA يساوي لي BE، فحتكون ال A وال B هي matrices. زين example هنا على تعريف السيميلاريتي. ليت ال A مطيكم A ومطيكم B، يقولكم ثبتوا لي انه ال A هي similar to B. شوفوا هنا احنا فرضنا ال E، يعني فرضنا ال E من يمنا. اوكي فرضنا الاي اللي هي اي بي، ما نقدر يعني ما نقدر نفرض فد هو منطانة اي، يعني احنا حنفرض الاي من يمنا. فرضنا انه هي عبارة عن اي بي سي دي، will determine اي اللي we will determine الاي so that اي اي يساوي لي بي اي. فرض حل الاي اي وحل البي اي، حل الاي اي وحل البي اي، شافها شافها انه هي حتتساوى، هاي العفو وين رحت، شافها انه هي حتتساوى، إيش قال؟ قال we call let أنه راح نفرض أنه شنو؟ شوفوا ناش بما أنه هي constant فحتطلع A يساوي لي ناقص 2B والD يساوي لي ناقص C. فهنا باعتبارش فرض؟ فرض أنه الB فرضها واحد والC فرضها فرضها أيضا واحد، فطلع الE. أوكي لازم تفرضوها، لازم هيك تسوون يعني، لأن أنتم منطيكم الE، لو منطيكم الE على عيني وعلى راسي، بس أنا منطيكم الE، فلهذا فرضناها arbitrary يعني ك يعني قيم عشوائية، وبعدين من ساويناها طلعنا يعني فرضنا من عندنا لازم نفرض. اوكي اللي حتبقى بدلالة ال A وال B، واحنا ما نريد هيجي لازم تطلع لنا ارقام، فال E طلعت لنا هيجي، عمود نطلع لها inverse، لازم نثبت انه هي عندها inverse. شلون؟ لازم نشوف determinant مالتها، شفنا determinant مالتها يساوي لي واحد ما يساوي لي صفر، اذا هي قابلة، اذا هي invertible. اوكي اذا هي لها inverse، فمن ثبتنا ان هي الانفيرس راح نجي شو نسوي؟ راح نجي انه نضرب اي اي يساوي لي، لازم يطلع نفس الناتج مال بي اي. هنا يقول لكم كليرلي يعني هو يعني المفروض انتم يعني فشي سهل او واضح انه هو هذا الشيء الطرف الايمين يساوي للطرف الاسف، فبالتالي الاي هي سيميلار تو بي. يعني باختصار اللي صار بهذا المثال بدون دوخه هالراس هاي كلها، مطيكم تو سيميلار تو ماتريسيز اي وبي، بس ما مطيكم الاي، ما منطيكم الاي، فايش راح تسوون؟ راح تفرضون الاي، راح تطبقون الشرط انه اللي هو اي اي يساوي لي بي، اشتغلتوا ايش طلعت لكم؟ طلعت لكم معادلتين هي اي يساوي لي 2 بي ودي يساوي لي ناقص سي. افرضوا فرضنا البي والسي هي كل ما عندها واحد، طلعت لنا الاي وطلعت لنا دي، طلعت لنا مصفوفه اي. زين اوكي طلعت لنا مصفوفه، بس انا قبل ما اشتغل هاي مصفوفه لازم اثبت انه هي انفيرتبل، لانه حسب التعريف لازم تكون انفيرتبل. انفيرتبل يعني شنو؟ يعني الها انفيرس. زين شلون اثبت لماتريكس الها انفيرس؟ لازم الديترمنت مالتها ما يساوي لي صفر، حسب الملاحظات اللي كانت فوق اللي تعرفت عليها او اللي ذكروني بيها. زين اخذنا هالديترمنت طلع لنا يساوي لي واحد ما يساوي لي صفر، اذا هاي الاي الها انفيرس.
إذا هي invertible، فبالتالي راح أقدر أشتغل الشرط اللي هو إي أي يساوي لي بي إي. بالتالي من اشتغلت شفت أنه راح يطلع لي الطرف الأيمن يساوي لي الطرف الأيسر، بالتالي راح تكون الأي هي similar to B under الإي. زين remark the matrix ال E such that E A يساوي ل B is not unique. For example the above example show that there are infinitely many such matrices if the E similarity including R E 4 any R ما يساوي ل صفر is also similarity matrix. يعني دي يقول لكم هاي ال E الماتريكس الثالثة ما طول مجهولة ما طول ما بضيكم إياها، هاي أكو يعني نقول infinitely يعني يعني فتشي مصفوفات لا نهائية من الـ E. يعني أنا ما أقدر يعني أنا ما مشروطة أنه أخلي الـ B واحد والـ C واحد، ممكن غير يأخذها اثنين، الـ B مثلا اثنين والـ C واحد، ممكن يأخذها صفر، ممكن يأخذها عشرة، ممكن يأخذها عشرين حسب مزاجي، فحتطلع infinitely matrix من الـ E، يعني infinitely value يعني قيم لا نهائية من الماتريسيز، يعني هواية ماتريكس راح تطلع. فبالتالي اذا يقولكم هي نوت يونيك فحسب اختياركم للقيم، بس لازم شنو تثبتون؟ لازم تثبتون انه الاي هي نوت انفيرتبل. اوكي فبالتالي راح يقول لكم، فبالتالي يقول لكم اذا الاي ها الملاحظه الثانيه يقول لكم اذا الاي هي سيميلر للبي فالبي هي سيميلر للاي بس الاي انفيرس اندر اي انفيرس، انتبهوا على هذا الشيء. اوكي البي هي سيميلر للاي اندر اي انفيرس مو الاي نفسها. زين ال E A يساوي لي B E if and only if A Z لا عفوا E A يساوي لي B Z if and only if A Z يساوي لي E B. أوكي هنا فد ملاحظة يعني دي يقولكم إذا أكو فد ماتريكس ثالثة أو رابعة اللي هي Z. زين إذا ال A هي similar to B فال A N هي similar لل B N under ال E under نفس ال E. زين remark let ال A هي ماتريكس then الـ A is similar to one the normal forms. يعني الـ A ده أقولكم إذا الـ A هي ماتريكس عادية فلازم الـ A تكون similar لوحدة من هاي الـ normal forms أو الـ نقول الـ المصفوفات الـ نقول شنو المصفوفات الـ general forms أو المصفوفات نقول الـ يعني فالمصفوفات يعني معتمدة أو هيك شيء يعني normal forms اللي هي مني اللي هي هاي المصفوفة اللي تكون بيها distinct real eigenvalues lambda and mu أو هاي المصفوفة اللي تكون بيها one real eigenvalues اللي هي اللامدا أو هذه اللي تكون بيها two complex eigenvalues اللي هي البيتا يساوي لي i موجب ناقص i gamma for appropriate real numbers lambda mu beta and gamma. يعني دائما ال a هي تكون similar لوحدة من هذه المصفوفات. أوكي فخلوها يعني ببالكم يا اما تكون سيميلر للمصفوفه اللي تكون لها تو ديستينكت ريال ايجن فاليوز يا اما وان ريال ايجن فاليوز يا اما تو كومبلكس ايجن فاليوز. انتوا تعرفون الايجن فاليوز بيها ثلاث اشياء بيها ثلاث انواع، ممكن تطلع لكم تو سيميلر ايجن فاليوز او سيميلر ايجن فاليوز، ممكن تطلع لكم ديستينكت ريال ايجن فاليوز، ممكن تطلع لكم كومبلكس ايجن فاليوز. هذا الشيء ايضا ما اخذيه قبل. زين ثيورم اف ال اي سيميلر تو بي بين الاي اند البي هاف ايدنتيكال eigenvalues. يقولكم إذا الـ A هي similar to B يعني عندكم هذا الشرط فالـ A والـ B إلها نفس الـ eigenvalues. زين نجي طبعا نستخدم نستخدم خاصية الـ similar. نجي إحنا شلون نطلع eigenvalues؟ لازم determinant يعني شلون لازم نثبت أنه determinant الـ A ناقص لمدا I يساوي لي determinant الـ B B ناقص لمدا I. شو حثبتها؟ أول شيء الـ A determinant الـ A ناقص لمدا I أنا شعرف الـ A بما أنه similar للـ B فأقدر أعوض عن الـ A هي E inverse BE. راح تقولين هاي منين جتي؟ جتي من A ما أقدر أكتبها هنا سوري راح أحكيها راح أجبتها من A E يساوي لي BA بما أنه الـ A inverse موجودة حضرب الـ E E inverse بالطرفين من جهة الـ من جهة اليسرى فش راح تكون؟ راح تكون الـ A يساوي لي E inverse BE زين أعوض عنها ناقص لمدا I. زين وراها ايش راح أسوي؟ هنا أنا راح أقدر أقول إنه لمدا I هم أقدر أضربها بشنو؟ راح أقدر أيضا أجيبها من أقدر أقول إنه هي جاية من E inverse لمدا I بال E. زين هسا ايش راح أسوي؟ راح أعزل B ناقص لمدا I راح أقول يعني بما إنه أطلع ال E inverse من جهة وال E من جهة
وراها راح أوزع determinant، لأنه determinant يتوزع على الضرب. ف determinant الـ E inverse هو واحد على determinant الـ A، هذا الشيء أعرفه أو ما أخذته ملاحظة سابقة. في determinant B ناقص لمدا I، في determinant الـ E هذا يروح ويا هذا، ايش بقى؟ بقى إنه طلع لي determinant A ناقص لمدا I يساوي لي determinant B ناقص لمدا I. فيعني باختصار إنه راح تستخدمون الترتيب وخاصية السيميلار. dynamics of linear function. The function L من R تر B إلى R تر B is linear if L في BV زائد CW يساويني B L of V زائد CL of W for all V and W هي vectors in R تر B and all real number B and C a linear function is also called linear map. شوفوا هنا هذا بيش يذكرنا، تذكرون linear transformation؟ شو وقت يكون الـ L هو linear transformation إذا حقق شنو؟ خاصية linear اللي هي الجمع والضرب، وصح كان أكو شرطين هو جمع وضرب، أما ذاك الشرط أما ذيك الشرطين أو هذا الشرط اللي هو المتوحد. فهنا دا يقولكم الـ L باختصار، دا يقولكم الـ L هو linear شو وقت؟ المفروض يكتب لكم linear transformation بس هو يريد يسميه linear map. إذا تحقق هذا الشرط والـ V والـ W هي vectors لأن إحنا بدنا نشتغل بالـ R تربيع، والسي والبي هي real numbers، فهذا linear function راح يسميها linear map. okay remark a line in the plane can be represented parametric as the collection of all vectors of the form tv زائد w where v and w are fixed vector with the b ما يساوي لي صفر and t is any real number the line passes through w and if w يساوي لي صفر the line passes through the origin the vector v tells the slope of the line. يعني هنا دا يقولكم هذا اللاين اللي هو تي في زائد دبليو، وير تي والفي هي شبيهة هي فيكست فيكتور وذ البي ما يساوي للصفر والتي هي ريال نمبر. يقولكم هذا الخط راح يمر بالدبليو اذا شنو؟ اذا الدبليو ما ساوالي صفر، بس اذا الدبليو ساوالي صفر راح يمر هذا الخط بالاوريجين بنقطة الاصل. The vector V راح يقول لك انه هي راح يقول لكم انه the slope of the line و vector V راح يكون ميل لهذا الخط. specifically let V هي RS، اذا R ما يساوي لي صفر then the slope of the line هو S على R، واذا R يساوي لي صفر the line is vertical. زين example let L من R تربيع الى R تربيع be linear show that the image of any line gamma is a line or a point. يعني دي يقولكم إذا عندكم الـ L هو linear يعني محقق خاصية الـ linear، فلا تثبتوني أنه الـ image أنه صورة أي خط لجاما يا أما يكون خط يا أما يكون point. طبعا نحن نستفاد من المحاضرة قبلها ونحن نستفاد من خاصية الـ L هي linear. يقولكم ليت الجاما هي collection of all vectors اللي تكون بهذا الشكل اللي هو TV زائد W، إن هو يريد يثبت يا أما خط يا أما points. For all reality by definition بما أنه ال L هو linear فيكون L إذا أخذته راح يصير L T L of V زائد L of W، فإذا L of V ما يساوي لي صفر ف image of الجاما راح يكون هو خط يمر بال W حسب الخاصية السابقة، وإذا and determine with the slope determined by the coordinate of the L of V، وإذا L of V هو يساوي لي صفر فحيكون الإيمج مالته هي عبارة عن نقطة في L of V. أوكي حسب الملاحظات السابقة وحسب أنه ال L linear. زين note that any vector V تنتمي ل R تربيع can be written as راح يكون الفكتر يساوي لي X اللي هو X Y، راح نقدر نكتبه X مضروبة بفكتر 1 0 زائد Y بصفر 1، بالتالي حيكون الواحد صفر أنا أعرفه هو I والصفر واحد أعرفه هو الفكتر J، فحيكون X I زائد Y J. باو هنا راح يعلمكم شلون تكتبون فد شيء الفكتر بطريقة ثانية. دا يقول لكم الفكتر V هو مكتوب اكس واي، راح اقدر اكتبه بطريقه ثانيه اللي هي منية الاكس هي مضروبه في 1 0 زائد واي مضروبه ب 0 1، طبعا هاي 1 0 هي اي يعني اعرف الايدنتيتي فيكتور مال الاي يونت فيكتور اي، وال 0 1 يونت فيكتور جي، فبالتالي حيكون الفيكتور اقدر اكتبه اللي هو اكس واي اقدر اكتبه هو اكس اي زائد واي جي. moreover اذا اكو ال واذا اكو لينير فانكشن متعرف عليه هذا الفي فحيكون L of V اللي هو L of XI زائد YJ راح يصير X L of I زائد Y L of J. أوكي؟ يعني إذا أكو L هو linear function متعرف ال V
ال L متعرف على ال V راح ينكتب ال L بهذا الشكل، هو X L I زائد Y L J. consider the linear function L. ملاحظة ثانية، اعتبروا انه عندكم بدي اقول لكم L هي من R تربيع ل R تربيع، و L I هو AC و L J هو BD. then we define 2 by 2 associative matrix ال AL اللي هي تكون بهذا الشكل. يعني هاي L I و L J اللي مكتوبة هنا راح يجمعها راح يسميها AL. اوكي consider example consider L of the X و Y مكتوب بهذا الشكل، دي يقولكم finally find AL. زين أنا إيش ماخذة قبل؟ ماخذة إنه L L of the V يعني L of the X وال Y هي شنية؟ هي X L I زائد Y L J، مو صحيحة؟ وال L I وال L J من حجمها حصير A L، فلازم شنو أكتبها؟ لازم أول شيء L of the V يساوي لي X L I زائد Y L J. أوكي؟ راح أجي أفتحها على أساس هذا الشكل، راح تصير X زائد أول شيء أفتحها شوي شوي أفتحها X واثنين X زائد Y بأربعة Y. أوكي بس أفتحها أول شيء، بعدين أنا حسب الملاحظة X مكتوبة ب L مضروبة ب L I زائد Y مضروبة ب L J، طلع كتبتها هذا L I وهذا L J. ال A L هي من هي؟ ال A L هي عبارة عن عمودين، العمود الأول هو L I والعمود الثاني هو L J، فبالتالي صارت ال A L هو هذا العمود بهذا العمود. اوكي فعرفتوا؟ ففد شيء بس كلش بسيط وكلش حلو، يعني فد يعني فد سؤال كلش حلو وسهل. زين ليت ال L هي من R تربيع الى R تربيع بي ان arbitrary linear function and ال AL the corresponding matrix then L of the V يساوي ال AL بال V. دي قولكم ال L هي linear function وال AL هي الماتريكس اللي التابعة لل L linear function. يريد تثبتوا له انه L of the V يساوي لي AL بال V، يعني لازم شو تثبتون؟ L of the V يساوي لي AL بال V، يعني لازم انه تثبتون اول شيء تطلعون L of the V وتسموها معادلة واحد وتطلعون ناتج AL بال V وتسموها معادلة اثنين، فبالتالي راح تتحقق النظرية. اوكي نقولكم إذا L of the I هسه شو حنبرهن؟ إذا L of the I هي AC و L of the J هي BD، زين ال AL راح تكون بهذا الشكل. زين راح تكون ال AL بهذا الشكل، لأن أنا أعرف ال AL هي عبارة عن صفين عمودين العفو، العمود الأول هو LI والعمود الثاني هو LV. زين for any vector V X و Y تنتمي لـ R تربيع we have ال AL بال V راح يكون بهذا الشكل. طلع أول شيء ناتج AL بال V. زين أنا أعرف ال L of the V هي من هي L X I زائد Y I. زين وأنا أعرف أنه تساوي لي هاي X L I زائد Y L J. زين L I أنا فارضته من قبل أنه A C وال L J فارضته أنه B D، مجرد بس أدخل ال X وأجمعهم راح يطلع لي هاي. شو اكتشفت؟ اكتشفت المعادلة الثانية نفسها المعادلة الأولى، مو صح؟ هاي X زائد Y B هاي سي اكس زائد واي دي نفسها بالضبط. اذا اشتبت لي ثبت لي انه ال اوف البي يساوي لي شنو؟ يساوي لي ال بال بي فروم 1 اند 2 فروم 1 اند 2 اي اس ترو. اوكي يعني هاي الاي من هي؟ الاي ترو هاي ماني المعادله الاولى مسميتها اي. اوكي هسه كالوري اف ال ال از اني لينير فانكشن ذن ذا ماتريكس اي ال از يونيك. Conversely, إذا الـ A is any matrix, then there is a unique linear function L such that AL يساوي الـ A. شوفوا هنا النتيجة شو تقول لكم؟ النتيجة تقول لكم أنكم الـ A الـ L هي linear function. فهاي الـ AL إذا الـ A هو linear الـ L العفو هي linear function، فالـ AL فالماتريكس AL التابعة إلها راح تكون unique راح تكون وحيدة. بالعكس إذا عندكم الـ A هي any matrix فأكو يونيك لينير فانكشن L بحيث انه اي L يساوي لي نفس هاي ال A، يعني باعتبار دي يقول لكم انه من اليم من هاي سواء روحة رجعة ال A L لازم تنثبت انه هي يونيك، سواء اي مصفوفة راح تلقي لازم ال A L هي وحدة ما تتغير. زين definition align الجاما is said to be invariant under L if L of الجاما subset من جاما. اوكي يعني الخط هو جاما هو invariant إذا L of الجاما subset من الجاما. زين يعني subset يعني شنو؟ يعني إذا تأخذون عنصر هنا باللاين يكون subset من الجاما. زين remark assume that L is a linear function if lambda is a real eigenvalues of AL
اوكي، which is corresponding to eigenvector v اللي هي a l v يساوي لامدا v. then the line gamma v through the origin and parallel to v is invariant under l. that is because l of gamma v تطلع لنا لامدا gamma v. the image of gamma v يساوي t v is contained in the gamma v. يعني باختصار، يعني اختصار الحكي المكتوب بالريمارك، يقول لكم ال L هي linear function. اوكي هذا الشيء نعرفه. يقول لكم اذا اكو فد ايجن فاليو وايجن فيكتور تابع عليه اي L، زين فالجاما في، الجاما في اللي يمر بنقطة الاصل ويكون موازي للفي، موازي لفكتور الفي، راح يكون هو invariant under L. ليش؟ لانه L of الجاما في راح يكون لمدا جاما في، يعني حيتحقق شنو؟ حيتحقق انه L of الجاما هو سبسيت من الجاما. اوكي زين، هذا المثال طبعا حيكون على الريمارك. L ديقولكم example let L of الاكس والواي هي هذه، find the lines through the origin that are invariant under L. اوكي find the lines through the origin، يعني لازم شو نطلع اول شيء؟ لازم شو نطلع اول شيء؟ هذا خطواته، نطلع ال AL، نطلع ال eigen value وال eigen vector، ونطلع وراح يطلع وراها المفروض يطلع خط، خط الجاما، بعدين يطلع المفروض خط الجاما ويثبت انه L of الجاما هو لمدا جاما في. المفروض هيجي يطلع، خلينا نشوف وش مسوي. نجي طلع على اي L ما بيها شيء، تعرفون شلون طلعوها من اللاست، هو ده يقول لكم from the last example، يعني هذا الاكزامبل احنا مشتغلين فوق. زين determinant تطلع هسه الايجن فاليو ان هي determinant اي ال ناقص لندا اي اللي هي determinant اللي هي لندا تربيع زائد ناقص determinant ناقص تريس باللمدا زائد determinant الاي. طبعا الاي ال هنا عندنا طبقنا القانون، طلعنا اللمدا 2، طلعنا لمدا 2 لمدا اللي هي 2 و 3، نطلع الايجن فيكتور هنا طلعها اي ال باللم اي ال بالفي يساوي لمدا في، واشتغلها طلع الايجن شنو؟ طلع الايجن فيكتور، ايجن فيكتور الاولى والايجن فيكتور الثانية. اوكي وراها therefore according to b the lines لمدا v يساوي لي v ولمدا قصدي جاما، العفو جاما v يساوي لي v وجاما w يساوي لي w that is passing through the origin and invariant under L. يعني ده يقول لكم، ده يقول لكم حسب حسب ال b اللي هي هذه اللي هي هذه. زين جاما في صارت ان هي نفسها في، وجاما دبليو هي صارت نفسها دبليو. اذا هذا اللاين اللي هو حيتكون من الايجن فيكتورز ذو باسنج ثرو ذا اوريجين انفيريانت اندر ال، يعني مجرد انه شلون راح تحلون؟ تطلعون الاي ال، تطلعون ايجن فاليو ايجن فيكتور، تستخدمون الريمارك وتحلون. ها هي Note that we will refer to lambda as eigenvalue of the AL if lambda is the eigenvalue of the AL. We refer to lambda as the eigenvalue of the AL إذا lambda ها بيقول لكم هنا نحب نشير لكم أنه lambda طلعتوها مال lambda ال eigenvalue مال AL هي أيضا حتكون eigenvalue مال AL، يعني إذا ثبتوه أنه هي eigenvalue لل AL راح تكون أيضا هي eigenvalue لل AL. لهنا وخلص خلصت المادة لحد هاي الصفحة، طبعا هاي الصفحة 43 آخر صفحة. خلصت المادة، المادة كلها داخلة تقريبا، بس الأشياء اللي تركناها لكم مع الهوموركات مع كل شيء، وإن شاء الله نشوفكم بخير. شكرا جزيلا.